مصر النهضة بنحلم لبكرة. اهلا بحضراتكم مرة اخرى من داخل مبنى ماسبيرو. شكرا لتامر امين كان مع حضراتكم من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. دلوقتي حالا جه معد تسليم جائزتنا الاسبوعية 5000 جنيه. السؤال كان بيقول ما هي عدد مرات مشاركة النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للاندية؟ الاجابة الصحيحة كانت رقم 3، 3 مرات، وفازت معانا بال 5000 جنيه مدام هالة علي محمد بهجت من اسكندرية. اهلا بحضرتك معانا مدام هالة، اتفضلي جائزتك. وانا اسفه جدا اخرناك، انا عارفه ان في مشكله الشبوره دلوقتي. أيوة. ربنا معاكي ان شاء الله. بتشتغلي في ايه يا مدام هاله؟ جمارك اسكندريه. في الجمارك نفسها. أيوة. ايه اكتر حاجه كده ممكن تكون بسبب مشاكل دلوقتي في الجمارك؟ لا، هو حاليا المشاكل قلت كتير، يعني ما بقاش فيه مشاكل تقريبا. كان قبل كده بيشتكوا من الوقت، كان في الوقت كتير بيتاخر، لكن حاليا لا، الحمد لله الامور ماشيه كويس و الحمد لله. الحمد لله. اسكندريه جو حلو جميل، يا ريت تيجي تشرفينا. احنا بنعشقها كلنا، يا ريت تشرفينا. بنشكرك جدا مدام هاله. مشاهدينا هنتوقف مع حضراتكم وتقرير عن الفنان الجميل صلاح جاهين. بعدها مباشره هيكون في لقاء هام جدا مع ابنه الشاعر الكبير الاستاذ بهاء شاهين.